أهلا بكم في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي السوري رجب سيد يوسف. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. وكما عودناكم أن تكون لنا وقفة مع الكلام العذب، وقفة مع الشعر. قصيدتي بعنوان جرح الكوكب، عراق وللإسم ما تعلموا، عراق وللإسم ما تعلم، فمن كل حرف يسيل الدم، لأن السماء اشتهت أن يكون، أسالت به ضوءها الأنجم، ومنذ استخطت يداه الحروف تنامى لوجه الزمان فم، وأينعت الشمس في راحتيه، وفاء بها الكوكب المعتم. عراق وقد أضرمته الجروح، به النار من حزنه تألم، وألحان ناياته لا تتوب، تظل بأشجانه تأثم. طويل شهيق الدروب التي على جلدها دمعه يجثم، وكم حاولته رماح الظلام، وظلت على صدره ترجم، وكم مسه الضر من خائنيه، وكم ظل أيوبه يكتم، وظلت عواصف جيرانه بما عز من شمعه تحلم، ونار على مائه تستريح، نخيل الحنين بها أعلم، وفي حلمه أمنيات الصغار أغار على طهرها المجرم. ضحايا على شطه ينزفون، فيزهر من ضفتيه الدم. حرام بهذا العراق النبي شياطين أعدائه تحكم، ولا بد للوطن المستباح
بأن ينجلي ليله المظلم ولا بد فتيانه يصعدون كواكب في عرشه تضرم ويلقون قمصانهم في يديه فترتد في عينه الأنجم وينطفئ الشوق للغائبين فكم كان نسيانهم يؤلم سيحيا العراق الذي لا يموت طويلا ومن دائه يسلم على ضوئه ينفث المظلمون وتبقى قناديله تبسم على ضوئه ينفث المظلمون وتبقى قناديله تبسم. الكتاب الرفيق والجليس الطيب، كانت له مساحة جميلة في حلقتنا لهذا اليوم وفقرة هذا كتابي. مساء الخير، أنا بشار عايز ياسر الجاري، كاتب وباحث في تاريخ الحضارات العراقية القديمة. أهلا وسهلا بكم، أعرض لحضراتكم كتابي الجديد الموسوم نخيل من بلادي، وهو الجزء الثاني من موسوعتي. هذا الكتاب طبع في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية في دار دجلة ناشرون. الكتاب هو عن حياة شخصية عراقية بارزة، أحد مؤسسي جامعة بغداد وثاني رئيس لها بعد الدكتور متي عقراوي. كتابي عنوانه العالم عبد الجبار عبد الله، أسطورة العلم والعلماء، اختصاصه في الأرصاد الجوية، الفيزياء، الفلك. تضمن كتابي 8 فصول. الفصل الأول المبحث الأول الولادة والدراسة، والمبحث الثاني صفاته وخصاله، والمبحث الثالث نبذة عن حياة والد العالم عبد الجبار عبد الله، حيث كان والده الجنزبرة عبد الله الجنزبرة سام رئيس طائفة صاب المندائيين في العراق والعالم حينها. أما الفصل الثاني فكانت عن نشاطاته وإنجازاته العلمية والثقافية، وأما الفصل الثالث فتضمن رئاسة الجامعة والاعتقال، فكان المبحث الأول عن رئاسته للجامعة والتي بلغت 4 سنوات منذ عام 1959 ولغاية 1963 حيث تم اعتقاله بعد أحداث عام 63 وأطلق سراحه من المعتقل. أما الفصل الرابع فقصص وأقاويل بين الحقيقة والخيال، فكثير من القصص ظهرت والأقاويل بعضها أساء لهذه الشخصية العلمية الأكاديمية العالمية وفلم ينصفه الإعلام، والبعض منها أنصفه لكن للأسف قليل. أما الفصل الخامس فكانت الهجرة إلى الولايات المتحدة، ومن ثم الوفاة والعودة الأبدية في عام 1969، توفي في 11 تموز 1969 ونقل جثمانه إلى بغداد وحسب وصيته. أما الفصل السادس فتضمن الرثاء، فكانت مجموعة من القصائد التي رثيت عالمنا الجليل، ومنها قصيدة لوالدي الأديب الشاعر عايز ياسر رحمه الله، وثلاثة قصائد لشاعر القرنين عبد الرزاق عبد الواحد رحمه الله، وقصيدة لشاعر للمحامي الشاعر عماد عبد الرحيم الماجدي، وكذلك القصيدة السادسة لشاعر المجالس البغدادية صادق قطيمش رحمه الله. أما الفصل السابع فجمعت فيه ما كتب عنه في المجلات والجرائد
ولقاءاتي مع شخصيات عاصرته منذ ولادته أو في حياته الجامعية. والفصل الثامن تضمن حقائق منقولة من موقع العالم عبد الجبار عبد الله في شبكة المعلوماتية الدولية الجوجل، ومن ثم المصادر والمراجع والملاحق باللغة العربية والإنجليزية والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، حيث توجد ملخصات في اللغة الإنجليزية لمن لا يجيد القراءة باللغة العربية. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي السوري رجب سيد يوسف، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ رجب. حياتي. أهلا أستاذ محمد، ضيفا على فضاءات وقناة الرافدين. شكرا لكم ولقناة الرافدين، أعتز بها. حياك الله. نحن نعتز بك أيضا وبالفن التشكيلي وبالمبدعين. حياك الله. بداية، حضرتك ولد في عائلة فنية وتتلمذ على يد أخيك محمد رحمة الله عليه. تمام. هو كان أيضا يعني كان من أوائل الخطاطين في مدينة إدلب. بدي أن يعني نسلط الضوء على هذه التجربة، تجربة كيف تتلمذ على يد أخيك محمد، ولا بأس أن مر أيضا على تجربة محمد رحمة الله عليه. الحقيقة أخي الكبير هو الذي وجهني نحو هذا الفن. نعم. وأنا بالفطرة بالأساس كنت أحب هذا المجال أو هذا الفن. فكنت أكتب وهو يوجهني نحو الخط الذي يجب أن يكون صحيحا، يعني كالقاعدة، يعني كقاعدة خط. فالكتابة أو الخط العادي ما بجوز إلا يكون هناك قاعدة. نعم. فكان يوجهني نحو القاعدة، وهي الأساس في أن واحد يتعلم الخط العربي. فأعطاني توجيهاته، ولكن كان توجيهه فقط للخط العربي، ما كان يوجهني للرسم. وأنا كان في داخلي أنه شيء لازم أرسم، يعني حتى كنت في المرحلة الابتدائية أتميز بين زملائي بالخط والرسم. فكنت أرسم الرسوم الوظائف وأكتب أيضا، وكان يعني اهتمام كبير من الإدارة في هذا الموضوع، وقد اشتركت في عدد من المعارض في المدرسة. في المرحلة الإعدادية توجهت إلى معهد فنون في. قبل الذهاب إلى المعهد، يعني ودي أن يعني نشبع مساحة التجربة التي بينك وبين أخيك محمد رحمة الله عليه. يعني هو من فترة الابتدائية يعني قدم لك هذه. نعم. هذه النصائح. نعم. وقدم لك الاحتضان حتى تسير على الخط الصحيح. تمام تمام. طبعا هو كان يوجهني في كل يعني اي عمل راح اعمله. نعم. كان يوجهني في، حتى انا بتذكر كتبت اول، كنت في الصف الاول، كتبت كلمه القران الكريم. نعم. فالاول الابتدائي، في الاول ابتدائي خططت. نعم. تخطيط يعني، فاخي انبهر فيها بصراحه يعني، وقال لي ان شاء الله لك مستقبل كبير. طيب انت كنت تعرف القراءه والكتابه قبل الاول ابتدائي؟ بالاول ابتدائي طبعا انا بالاول اكيد راح تتعلم، لكن هل نعم نعم بالاول. أيه؟ ابتدائي انا رسمت رسم من القران. نعم. يعني الكلمه رسمت من القران رسم. فلاحظ علي انا من قبل حتى بالابتدائي كنت اكتب يعني. نعم. في كان كتابي عندي، لاني انا اخي تاثر فيه بكل خطوه من خطواته. كان يعني هو علمك القراءه والكتابه. نعم. قبل ان تدخل. نعم. المدرسه. نعم نعم نعم، علمني القراءه والكتابه. و نعم. وانا كنت اتاثر لما يكتب قدامي، حب اكتب يعني حتى قبل ما اتعلم. فلما جيت على الابتدائي انا تقريبا كنت حفظان الاحرف وحفظان كل شيء. هو كان يتقن الخط والرسم ايضا؟ كان يتقن الخط والرسم، ولكن للاسف هو ما استمر في هذا المجال لانه فتح محل نوفوتي. نعم. فما انفرد يعني او ما تفرغ لهالموضوع، فظل على مستوى معين ما. نعم. تغير، ولكن مستوى قوي، وكان يتميز في الخط الفارسي، عنده قوة في الخط الفارسي. نعم. والرسم يرسم ولكن قليل، إنما الخط كان يعشقه عشق. نعم. وأحب أن يعطيني هذا العشق ويورثني إياه. إذن الأساس في الموهبة موجودة طبعاً، لكن الاحتضان طبعاً من قبل. طبعاً أخير. لأني أنا عندي أخوتي الثلاثة الثانيين ما بيخططوا برسم. نعم. يعني أوصلك إلى يعني بداية الجادة في هذا. لو ما وجود الموهبة صعب هذا الفن. نعم. ليس تعلم. هو عبارة عن موهبة. انتسبت لمعهد فنون جميلة في مدينتك. نعم. ولكن لم يحالفك الحظ في أن بدراسة الفن التشكيلي دراسة. نعم. أكاديمية. نعم. بودي أيضاً نتحدث عن هذه المرحلة. تمام. مرحلة دخول المعهد، ولماذا تركت المعهد، وكيف استطعت أن تحقق ما أنت عليه الآن؟ تمام.
انتسبت إلى المعهد في المرحلة الإعدادية تقريبا في الصف السابع، وكان من أساتذتي الأستاذ محمد أمين مسطو. نعم. وأستاذ الفنان أيضا ميسون سيد عيسى رحمه الله، توفيت أيضا. وبقيت سنتين تقريبا. نعم. في المعهد، واستفدت الكثير يعني من القواعد الأساسية في الرسم. ولكن دخولي بعد ذلك المرحلة الثانوية، الثانوية الصناعية للأسف كان هو حطم يعني جزء من طموحاتي، لأن كل شيء كنت بطمح له ما موجود في الثانوية الصناعية. أنا حتى كنت أكتب شعر وحب يعني كل شيء بحبه بهالثانوية ما لقيته أبدا، فتراجعت قليلا نحو الرسم وتفرغت للدراسة. نعم. ولكن عدت إلى الرسم في الخدمة العسكرية، في الخدمة الإلزامية. نعم. كان هناك فراغ عندي كبير. يعني أنت تركت المعهد ورحت العسكري؟ لما رحت على الثانوية الصناعية ما قدرت، لا لما خلصت الثانوية الصناعية درست. نعم. معهد. يعني صار تفرغي أكثر للمواد. أنا درست يعني حرفة صعبة، هي حرفة اللاسلكي وفيها دراسة. نعم. قوي، فما أقدر أرسم. ما الرسم في قلبي وفي وجداني، ولكن والخط أيضا، ولكن لم أستطيع أن أتفرغ له. ولكن. نعم. موجود معي في ممارسات، في محاولات أكيد، يعني ما تركته، ما أقدر أتركه. يعني اهتمام متواصل طبعا. نعم. ولكن يعني قل هالاهتمام نتيجة ظروف صعبة، يعني أنه انجبرت عليها لحتى أدخل في هالاختصاص. طيب، يعني أنا الآن معنا في الاستوديو مجموعة من أعمالك. نعم. الفنية، واضح من خلال التركيز على الألوان، تناسق الألوان، الأشكال، أنه أنك محترف في هذا المجال، في هذا الميدان. ربما نقاد الفن يقول يا محمد صيف أنت شاعر، شو عرفك أنك تنقد اللوحات؟ لكن أنا يعني نقد انطباعي، أرى وأرتاح للألوان وتناسقها، هكذا أرى. كيف استطعت أن يعني كما قلنا تحدثنا قبل قليل حدثك أنه لم تكمل دراسة في المعهد، كيف استطعت أن تصل إلى هذه المرحلة؟ تناسق الألوان، يعني زوايا الرسم، التفاصيل هذه. تمام. أنا قلت لك بعد نهاية الخدمة الإلزامية عدت إلى مدينتي وافتتحت مكتب هو الأول في مدينتي للفن والدعاية والإعلان، فهذا. نعم. المكتب هو الأول الوحيد اللي كان متفرغين فيه، كان يفتحوا مكاتب يكون فيها مثلا شغلات ثانية يخافوا يعني، فأنا تجرأت يعني تجرأت فعلا على افتتاح يعني مكتب. الخوف من ماذا يعني؟ الخوف انه ما تقدر تشتغل او ما ينتج، او يعني شو هذا مكتب دعاية واعلان او مكتب هيك لحاله يعني، ما يعني خوف من الفشل وليس من النظام السياسي. اي طبعا، لا من الفشل طبعا. نعم. فانا كان عندي ثقه كبيره بنفسي، وهي ثقتي هي اللي جعلتني انه. نعم. افتح المكتب، وصار عندي فرصه كبيره لانه رجع للرسم بقوه والخط، بالاضافه. نعم. الى اختصاصي انه كدعاية واعلان باختصاصات مختلفة طبعا. يعني فقط مكتب لشغلك الخاص، يعني لا تستقطب مثلا متدربين او لا ما في عندي وقت، كان ما في بورش تدريب مثلا. لا والحمد لله، يعني انا من اول يعني شهر تقريبا افتتحت المكتب كان ما عاد لي مجال نهائيا انه اقدر يعني عرض علي انه اعطي دروس او هيك، ما كان عندي مجال ابدا. نعم. فشغل ضغط الشغل وكثير كان يعني ملفت النظر، مما أدى إلى أنه في ناس كتير شجعوا فتحوا مكاتب بعدين تاني. هذه كل مراحل كانت قبل الثورة السورية طبعاً. نعم. طبعاً. المكتب هو يعني تميزي كان كنت حب أتميز بشيء معين عن. نعم. باقي الزملاء أو باقي الفنانين أنه يكون شيء جديد يعني مثلاً. نعم. فأنا حبيت أشتغل بالسكين. نعم. رسم السكين هو رسم صعب كثير، وهدول اللوحات اكيد الثلاثه هن رسم سكين. نعم. فالسكين تعتمد على مهاره. انا كان طلعت على طبعا ابداعك واستوقفني موضوع الرسم بالسكين، فكنت ناوي اسالك لكن انت بادرت قبل ان اسال. تمام. الرسم بالسكين بده مهاره وبياخذ يعني كميم الالوان كبيره. نعم. يعني لا بيمزج لا بزيت ولا بيمزج بنفط او هيك، يعني تستخدم السكين كالفرشات ولا؟ نعم. نعم السكين، انا معي السكين هلا اذا حبيت فرجيك على ممكن نوع السكين. نشوف هالسكين اللي عندك، يعني انا لما سمعت انكم ترسمون بالسكين. نعم. فاعتقدت السكين السكين العادية. لا هي. نعم. السكين في انواع كثيره يعني. نعم. هي صغيره وفي مبسطه في. نعم. في عده انواع حسب اللوحه اللي انا بدي ارسمها. طيب هذه كأنها شفرة، يعني لماذا تسموها السكين؟ هلا هي يعني
هيك تسميت يعني. نعم. سمعت نعم. سكين رسم يعني. نعم. ففي من النماذج كتير طبعا، هذا مو رسمة واحدة، مو نموذج واحد، في كتير نماذج حسب انت اللوحة اللي عم تشتغل فيها. نعم. في مبسطة، في مدورة، في اكثر من نوع. الرسم بالسكين هو يعني يتطلب مثل ما قلت لك مهارة كبيرة. نعم. وبده خبرة. معذرة نسيركم بعد الفاصل، معذرة نسيركم ان شاء الله. معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي السوري رجب سيد يوسف. أعود لك سيد رجب، كنا نتحدث عن الرسم بالسكين، قلت هناك يعني ثلاثة أنواع من السكين. في أكثر في أكثر أنواع كثيرة. نعم. جدا. أنت تشتغل على كل أنواع أم هذا يمكن أربع خمس أنواع على. نعم. يعني هاي بتلزم أكثر شيء. نعم. فهاي كنت أشتغل فيها أكثر شيء. نحن موضوع اللي لازم نرجع نحكي إنه ليش ما درست أكاديميا. نعم. كانت الظروف المادية هي الأساس طبعاً. أنا كنت أطمح للأكاديمي لحتى يعني طموحي يوصل لنتيجة إنه يكون في قوة. نعم. كبيرة يعني، فما استطعت، ولكن إصراري على النجاح وهذا اللي أنا أطمح إليه إنه وصل لمرحلة، حتى أطمح أنا لحد هلأ إنه وصل للعالمين إن شاء الله. نعم. كان حافز كبير إنه انطلق وانجح والحمد لله رب العالمين. نعم. إذا نعود لموضوع أنواع السكين. أنواع السكين، السكين هي مثل ما قلت لك في أنواع كثيرة. نعم. في مبسطة، في مدور، حسب أنت اللوحة اللي أنت عندك. نعم. هلأ الجبال مثلا بدك ترسم الجبال بدك تكون سكين مبسطة. نعم. وعريضة لحتى تقدر تعطي جسمه. مثلا البيت بده سكين حادة مبسطة أيضا منشان. نعم. حدود البيت يكون يعني مزبوطة. مثلا شغلة العيون مع عيون بدها سكين مدورة، يعني كل سكين لها عمل في لوحة. طيب ما الفرق بين السكين والريشة؟ الريشة أنا هيك ألاحظ، مو معرف يعني إذا بيوافقوني الفنانين الآخرين، الريشة بحسها أنه اللون ما عاد ياخد حقه يعني. نعم. السكين بيبقى اللون على حاله. يعني اللون بتعيفه وبعدين بياكل، بياخد مدي مثلا 10-20 سنة ما بيغير. اللوحة لما يكون بالسكين ما بتغير، بتضل على نصاعتها، على حيويتها. نعم. على روحها. اما بالريشه بحس انه بعد فتره بخف قلقه و... طيب هو المشكله في اللون، في اللون، في الاصباغ يعني. بعدين في السكين تحمل لون والفرشاه تحمل. أيوة. لون، ولكن هو لماذا في هذه يعني تنتهي او تصبح باهته في مرحله السكين قصيره يبقى وهذه اللون تبقى. يبقى اللون له سماكه. نعم. في سماكه للون موجوده باللوحه، فهذا اللون بحافظ على حاله بما انه. نعم. لون هذا لما عم تضيف انت النفط او تضيف الزيت عليه عم بيكون رقيه الريشه، اللون ما بيعطي القوه مثل ما بتعطي يعني. انت جسم. تحمل كميه كبيره بالسكين طبعا حسب الشيء المطلوب، المنطقه المطلوبه اللي انا بدي. نعم. اشتغل فيها. اوقات انا برسم بالريشه. نعم. لوحه وبضرب ضربات مهمه بالسكين. نعم. واوقات برسم بالريشه فقط حسب يعني اللوحه اللي انا، اذا لوحه فيها تفاصيل كثيره فبحاول اشتغل بال يعني اذا كان كلاسيك، رسم كلاسيكي مثلا لوحه لازم تعطيها تفاصيل كثيره، فالريشه. نعم. بتكون هي الافضل يعني. اما بالسكين انا اتجهت للعمل التجريدي. نعم. او المدرسه التجريديه شوي لاني لاقي فيها يعني فيها قوه افضل. نعم. من انه الرسم الكلاسيكي اللي عاده بيرسم فيه الناس. معروف الرسم يعني كل الناس تعرف الرسم بالريشه، من طبعا. الذي ابتدع الرسم بالسكين؟ متى بدا هذا والله بالنسبة لتاريخ رسم السكين لا ليس عندي معلومات، ولكن في فنانين كبار بالغرب اشتغلوا بالسكين. نعم. وأنا كنت اتفرج على اليوتيوب على أحد الأعمال بشكل عام يعني. نعم. وأخذت القوة بصراحة منهم بهذا وحبيت. أنا حب يعني عشقي للسكين هو سبب نجاحي يعني بصراحة يعني. نعم. وحب الألوان وتجربتي بالنسبة للريش. أنا السكين أول شيء اشتغلت بالريشة طبعا أكيد فترة معينة، ولما جربت السكين لقيت في فرق كبير، فهذا حبي يعني. الرسم بالسكين يكون اكثر دقه من ليس اكثر دقة، اكثر الريشة. اكثر قلق واكثر. نعم. ثبات بالنسبه للون وجمالي كجمالي. نعم. يعني لما اشوف لوحه بالسكين تكون فيها نفور، فيها هذا بيشوفوا بيقفوا عندها يعني، بينما اذا الريشه عادي يعني
تكون مرور عادي كان خلال المعارض اللي انا اشتركت فيها يعني. طيب هذه اللوحات اللي امامنا الان في المعروضه في الاستوديو كلها شغل رسم سكين, رسم بالسكين ولا يمكن استعملت ريشه نهائيا يعني. نعم. هلا لوحه ادلب, هاي مدينه ادلب. نعم. رسمتك رسم تقريبا تجريدي, فهي الساعه معروفه, الجامع هو جانب الساعه تماما, هلا كل شيء موجود هون. نعم. وموجود في مدينه ادلب يعني صراحه. هل أبني هذا البرج نفسه موجود؟ هذه مركز المدينة. مركز المدينة. المدينة. مركز. نعم. المدينة. نعم. حتى هذا البرج موجود, هذا كمان المبنى موجود. نعم. نزلت لتحت لحتى أبرز شو فيها المدينة كمان. فيها الزيتون أول, هاي شجرة الزيتون تشتهر بالزيتون مدينة إدلب. نعم. على مستوى العالم حتى. وهون هذا الشلال هو شلالات عين الزرقاء موجودة أيضا في إدلب. نعم. يعني كل شيء موجود في اللوحة هو موجود من مدينة إدلب. وهي الأشجار الثانية هذه التفاصيل كلها موجودة متقاربة على بعضها أم أنت انتقيتها ووضعتها؟ لا أنا جمعتها من أنا جمعتها من أفكاري, ما جمعتها من شيء. نعم. جمعتها من أفكاري. حتى النخل الموجود يعني توجد نخل ما موجود في إدلب. نعم. هو كان في نخلات موجودة لهلأ موجودة بخلف الساعة يعني. نعم. موجودة. هاي بالنسبة لحكاية المدينة إدلب, بالنسبة للوحة مدينة إدلب. ولاحظ أنت الضربات يعني ما هي ضربات إنه مثلا كلاسيكية, ضربات عشوائية ولكن تقترب الى التجريد اكثر. اللوحه الثانيه, اللوحه الثانيه القدس, انا شفت لوحات كثير بالنسبه للقدس يعني. نعم. في لوحات كلاسيكي رسموا التفاصيل, انا ما رسمت التفاصيل, ما رسمت. نعم. حوالي القدس. نعم. اخذت المبنى فقط والقبة الذهبيه, القبة الموجوده. نعم. وحطيت شيء يعني عشوائي حول اللوحه لتكون مميزه عن باقي اللوحات. نعم. ولكن حطيت الالوان الصاخبه يعني الالوان اللي بتلفت نظر, اللي بتحافظ على اللي بتلفت نظر الجمهور, بتلفت نظر المتلقي. نعم. يعني ما الذي اختلف فيه انك يعني كثير من الرسامين رسموا مدينه القدس؟ طبعا. ما الاختلاف عند الاختلاف انه انا رجل. ابرزت فقط المبنى ودون تفاصيل كبيره, شو اسمه القبه فقط, وباقي التفاصيل ما عملت تفاصيل ابدا, عباره عن ضربات اشجار تقريبا, ما حطيت. نعم. اي تفاصيل فيها نهائيا. نعم. مشان يكون مغايره للشيء اللوحات الموجوده بغير لغير فنانين يعني. نعم. يعني التغيير فقط الاشجار؟ هلا لا انا ما انا يعني في تفاصيل حواليها في المساحه حوالي طبعا كثير. نعم. في تفاصيل حوالي المسجد الاقصى انا ما حبيت ابرزها, ابرزت فقط المسجد الاقصى فقط او هاي القبه وحواليها يعني شيء مساحه فاضيه. نعم. انما هي عباره عن ضربات فنيه. طيب اللوحه الثالثه, اللوحه الثالثه هي عباره عن ببغاء. نعم. انا رسمته لابراز يعني الخالق وجمال الخلق. نعم. سبحان الله له الوان يعني كثير جميله, فحبيت انتقيت هاللوحه. نعم. لحتى ابرز, انا بعتمد بلوحاتي اكثر شيء, ما بعتمد 100% على المعنى اكثر. نعم. ما اعتمد على الشيء جمال اللوحه. نعم. فجمال اللوحة بيهمني لأني المتلقي لما بيشوف اللوحة وبيعجب فيها أنا هذا اللي أنا بدي إياه. نعم. يعني ما الاختلاف الآن يعني كثير أيضا هناك. نعم. فنانين رسموا الطيور, ما الاختلاف الآن في هذه اللوحة؟ هاي اللوحة أنا رسمتها كمان بالسكين. نعم. يعني أكيد يعني بجوز فنانين كثير أنا أتوقع أنه ما يقدروا يوصلوا فيها بالسكين أو يسمعوا التفاصيل, حبيت أنا أتميز فيها كمان بالسكين والحمد لله نجحت, مع أني. نعم. أكلت معي وقت كبير بس نجاحها هو اللي أفرحني. يعني دعائي أنك تحقق مزيد من النجاح والتميز في هذا الحمد الميدان لله. في الفن التشكيلي والسكين الحمد لله رب العالمين. طبعا موضوع الرسم يعني طغى أكثر على موضوع الخط, أنا كمان يمكن موضوع الخط يعني نستعمله هلأ أنا في. نعم. مجال المكتب اللي انا فتحته يعني ما زلت تمارس الخط انت؟ طبعا امارسه. نعم. وهو اعتمد فيه على الان على التصاميم اللوجو اللي بتجيني بالعربي يعني, فاستفدت منه كثير. يعني مره ثانيه ادعو لك بالتوفيق والنجاح والتميز ان شاء الله. الله يسلمك. يعني انتهى وقت البرنامج, شكرا لك على هذا الحوار. الله يسلمكم, دمتم بخير. وشكرا لقناه الرافدين. السوري رجب سيد يوسف, الله يسلمك ويحفظك يا رب. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. شكرا. الله يسلمك يا رب. أعزائي المشاهدين, نشكر لكم حسن المتابعة, حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى, أستودعكم الله والسلام عليكم.